بالك تكون قاعد مع بنت بغض النظر شو هي بالنسبة إلك، ويجي شاب ويسألها إذا أنت مضايقها شو ممكن تتصرف؟ ليث ومصطفى وصلت معهم لهون، لازم نشوف شو صار فيهم. يعطيكوا العافية. مضايقكوا الشاب إشي؟ مضايقنا بشي؟ مضايقكوا إشي؟ لا مضايقكوا ولا إشي؟ قولي عادي يعني. صفتك مين يعني نحكي لك شو؟ عادي أنا هون موجود في الجامعة يعني. الحارس الأمني يعني شو بالضبط يعني؟ محامي الدفاع؟ ليش عادي بنحكي عادي. أسألك أنتِ بما إنك عم تضحكي يعني. مضايقك إشي الشاب؟ والله بقاله 5 سنين مضايقني. خلص عندي الطابق. امشي معي. يلا. قلبت عليك. عزيز. اوكي بتعرفي بعرفه بعد. دقيقة كفي. شو يعني عم بحكي معك قاعد يا زمان؟ احنا كنا نحكي اول. تفضل معي. لا خلينا نخلص بعدين امشي. امشي. يلا يلا يا زلمة عزيز والله ما عندي وقت يا رجل يا رجل ما عندي وقت. امشي يلا. امشي معي يلا تفضل معي. مرحبا. زيكم الشاب اشي؟ ليه وين المشكلة؟ مين انت؟ لا مضايقكم اشي هو الشاب يعني؟ كيف يعني؟ لا بس حاسك مضايقهم يعني بس هي لا مو مضايقنا بالعكس. المهم اذا مضايقكم احكوا معي ماشي؟ ليه يحكوا معك؟ اوكي ليش تحط ايدك علي يا زلمة؟ ليش تحط ايدك علي يا زلمة؟ خلص اذا مضايقهم اشي احكي معي بس تعال انا احكي معي ماشي؟ لا لا تعال انا احكي معك شو في؟ شباب اتس اوكي يعني خلص ما تشل تقدير بقى يعطيك العافية الله يعافيك الشاب مضايقك مين انت؟ انا شاب شاب؟ معنا بالجامعة؟ اهلا وسهلا ما حكيتي لي مضايقك ولا لا؟ طيب اسمعي هاي البطاقة تبعتي تمام انا هون موجود في الجامعة اذا في اي شاب يضايقك تمام ايدك تمام؟ طيب ماشي اعطيني يا زلمة يا زلمة بعرفك اشي حبيب قلبي ابعد منك لو سمحت انا موجود هون لو سمحت شو كتبت دراسة ولا ايش؟ بتيجي باحترام لو سمحت انا هون رجل المضايقة اي حد بتضايق هون تمام بيضايقني كمان لا انا بس للبنات هون بس للبنات الشاب مضايقكم حتى هذول مضايقين كثير مضايقينك طيب شو مالك يا زلمه شو قصتك انت لازم اعطيها الكرت يا زلمه مزبوط الشيء اعطيها ورني عليها شو ايش هذا الكرت تبعي تحتاج اي شيء احكي لي تمام اذا في حدا ضايقك في حدا عامل لك مشاكل من الشباب طبعا يعني هاتيها لا تعطيها لا تعطيها هذا البزنس كارد تبعي اعطيها 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 كثير نفسه فيه روح ضايق حالك حبيبي يلا توكل على الله تعرفي انت طيب ماشي امشي 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 يلا امشي معكو ليه تتفشني يا زلمه ليش هيك انت مضايقك الشاب اشي كثير شو بتحب اسوي لك فيه ايوه على خليها احسن زي العسل يعني مو مضايقك بالمره لا بس انا عشان حسيت انه مضايقك فعشان هيك يعني طيب بدكم شيء اذا بضايقك مره ثانيه هي البزنس كارد تبعي اتصلي علي ماشي تفضل اتصل اتصل علي يعطيك العافيه خلاص يعطيك العافيه مضايقك الشاب شو بدك اعمل لك فيه؟ احكي لي، ليش مضايقها؟ انا حر ليش؟ كيف يعني انت حر؟ غرق بالنافوره تعال غرق بالنافوره امسك الدفتر مضايقتك اشي البنت هاي؟ حاسه مضايقتك مضايقتك اشي؟ لا 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 ليش تكون مضايقتني؟ لا بس هيك يعني حاسه مضايقتك لا لا امتحان والله حاسكم قاعدين بس اوكي اذا مضايقتك احكي معي اوكي اوكي لا اوكي لازم تحكي اوكي لازم تحكي اوكي طيب بس احكي اوكي خلص اذا مضايقتك احكي معي اوكي الشب مضايقك هاد اشي لا بس عشان حاسه مضايقك يعني لا لا ليش؟ بالعكس اكيد حياتك والله بس هيك بس هيك والله اسمعي وهي كمان في بزنس كارد لإلي اذا حدا ضايقك يعني بعد هيك تحكي لي اوكي وحياتك والله استنى اشوف لك وينها انا هي تفضلي يستمر هلا
خطب اي كرت بدك اياه بالجامعه عندي اياه. اوكي دير بالك لا تضايق يعني مش حلو تضايق بنت يعني. يعطيك العافيه شباب. هلا هلا قلبي هلا حبيبي. في شاب مضايقكم؟ ايه مضايقهم كثير. ليش يا زلمه؟ كثير مضايقهم. ليش؟ شو لك دخل؟ انا موجود هون في الجامعه لازم اشوف امور الجامعه فهمت علي كيف؟ دخل لا توكل على الله. توكل على الله يا حبيبي. مالك يا زلمه؟ انا مالي انا هيك انا زلمه زنخ. طب وانا زنخ؟ كثير. ليه يا زلمه؟ والله ما استلطفتك مش حابك. حرام عليك يا زلمه. يا زلمه بعرضك تروح. شباب سوري صبايا علم عن جد مضايقكوا؟ مضايقهم. ليش يا زلمه ليش تضايقهم؟ مضايقهم شو بدك تسوي؟ طب بوديك عندي على المكتب هسه تفضل معي. اذا منو مكتبي يا زلمه بوديك معي. امشي امشي يلا تفضل تفضل. شباب بس كاميرا خفيه بمزح معكم في كاميرا خفيه هي هون انا بعرفك مين خايف وصوت شايفتك قبل هيك يعني طيب يا جماعه شو ذا بعيد مايو شو ذا جايز ذا ريل فايت از اباوت تو هابن ات كات سكيورتي لا لا بمزح مع بعض يعطيك العافيه بمزح معكم هي في كاميرا خفيه هي هلا عرفت انت بحكي شايفك عفيف على راسي الكاميرا